السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شهوات أم يوسف. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا جميع واحد الفطائر أو خبيزات كيجيو رائعين وصحيين كذلك. وهذه الوصفة هذه هي وصفة شرق أوسطية، كيستعملوها الإخوان اللي في نواحي ديال فلسطين ولبنان وكيسميوهم المناقيش. كنحتاجوا ليها، عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، وزدت ليها تقريبا 100 غرام من الدقيق القمح. هي الوصفه الاصليه فيها غير الفرص، ولكن انا زدت غير واحد كميه بسيطه جدا من القمح، ملعقه من الملح، من الخميره هي زدت عليها الماء، خليتها كتفاعل في الكاس. ونحتاج كذلك زنجلان او السمسم، نحتاج زيت الزيتون، ونحتاج كذلك زعتر مطحون، وبطبيعه الحال الماء الدافئ للعجن. ناخذ شويه من هذيك زيت الزيتون اللي عندنا هنا، وغادي نحاولوا نضيفوا هذيك الخميره اللي عندنا باش نجمعوا العجين. العجين كيجي بحال القطن، تيجيو رطبين بزاف هاد الفطائر هادو. غادي نحاول نعجن العجينة ديالي، وغادي نخليها ترتاح بما خمرات. بعد ما جمعنا ديك العجينة نحاول ندهنوها بشوية ديال الزيت وتنغطيو عليها. صافي تنخليوها ترتاح. لما ارتاحت هذيك العجينه تنحاول ندير منها واحد الكريسات صغار بحال الشكل، غنديرو مسمن. ثم ديروا الحجم اللي بغيتو، ناخذ الكويره تنبسطوهم بحال كنديرو في طبوطات صغار. نحاولو نرققوهم شويه باش ما يجيوش غلاط بزاف، حيت مع الخميره غادي يعاودو يتنفخو. وتنحطوهم في واحد اللاطه وتنبقاو مستمرين حتى كنساليو هذوك الكويرات.
بعد ما ساليت من التكراس ندير هذوك الخبيصات، غادي ناخذ ديك زيت الزيتون غنزيد عليها ملعقة ملعقة ونصف الزعتر، وغنبدا ندهن الخبيزات. الخبيزات ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا، ما تنغلطهمش بزاف حيت ما غادي يزيدو مازال يخمروا. تناخد دابا داك الخليط اللي عندي وتنحاول ندهن بهم هذوك الخبيزات من الفوق. الفران انا درتو كيسخن، تنخليهمش يخمروا بزاف. تناخد السنجلان تنديرو من الفوق، صافي تنديرو في الفران يطيبو. الزيت ديالنا هو المناقيش كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو بلدادين بزاف وطريين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. نقطع لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي ديك الطراوه ديالها. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه هذه وتجربوها حتى نتوما في البيوت ديالكم. الى عجبتكم ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو. وخليت لكم الراحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.